روشني، روشني يا عمري، قومي حبيبتي، قومي. ستي يا روحي، ماما كيف حاسة حالك هلا؟ أحسن. يلا بنتي روحي انتي على البيت، ما أكلتي ولا لقمة من مبارح. ستي أنا منيحة، رح ضل مع أمي هون، الله يخليكي. طالعة عنيدة مثل أمها. ستك معها حق، روحي على البيت كلي وارتاحي لك شوي، بعدين هيك بتمرضي. يلا روحي، وإذا ما بدك روحي على الكافتيريا اللي هون وكلي شي، ماشي؟ وأوعك تاكلي غير أكل مغلف، لأنه الأكل فيه بكتيريا هون. إيه طيب. صباح الخير. شو ديدي كيف حاسة حالك هلأ؟ طمنيني. لا تشغلوا بالكم بنوب، صرت أحسن بكتير صدقوني. مرقوني مرقوني. شو فيك ريشام؟ شو جايبة معك؟ شو بكون أنتو؟ هذا خيط أسود، ليش مستغربين؟ يلا قومي البسي، يلا مشان دغري طيبي. قالوا لي إذا لبستي فورا بتطيبي وكل الشر بيروح. قومي يلا البسي يلا. أيوه انتبهي. لك ريشام انتي. لك كيسار، حجاز الغرفة اللي جنبنا برأيي ممكن تلزمنا. ايه وين عقلك؟ ناقصة بس توقعي عليا، بعدين انت من وين بتجيبي هالافكار؟ بس بدي افهم. امشي معي لشوف، يلا امشي. بس يلا روحي هلا. امشي يلا. طمنيني كيف صرتي هلا؟ الحمد لله. بابلو خدع الكافيتيريا، لساتها بلا اكل. يلا بنتي ما رح طول. ليلي ماما شو مخبية؟ شو اللي صاير معك ومزعلك هالقد؟ ليلي بنتي يمكن ترتاحي شوي. ثيابك كتير حلوين، ها؟ طالع كأنك شي رياضي ورايح على النادي تبعك. لا لا بابا، انت شو عم بتقول؟ هاد لبس واحد رايح على النادي معقول؟ طيب ماشي، على فكرة البنات كتير بتحب الشباب الرياضيين. شو هالحكي هاد؟ عن جد؟ لك بابا أنا متوتر كتير، ما بعرف ليش عم أعرق وخايف كتير. بابا أنا متوتر وما بعرف شو بدي، يعني شو أعمل؟ ما بدك كل هالقد، الموضوع كتير سهل وعادي ابني. أنت بس هيك روحوا بكل ثقة، إلا أنا بحب بك بس. يلا قلي لشوف كيف. أنا إذا بدك تقلها أنا 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 البنت رح تهرب أكيد. انتبه، وقت بدك تقول لبنت بحبك بدك تتطلع بعيونها، مو هيك متل؟ طيب أنا كيف بدي أقولها وأنا عم أطلع بعيونك؟ مو زابطة. اطلع اطلع لهنيك، اطلع اطلع، روح لهنيك. طيب ماشي، لقيتها، هاي المراية، هاي المراية هي البنت، اطلع فيها وقلها طلع بعيونها كمان. يلا إيه يلا إيه إلا إلا لشوف. قول بحبك روشني. وأنا كتير بحبها لروشني يا أمي، عن جد. إيه أنا بعرف، بس هي ما عم تفهم علي ومفكرتني عدوتها. بس مو مشكلة، لأنه شو ما عملت هي ما رح تصدقني، وبجوز هالبعد اللي بيناتنا ما يروح كمان. وهذا مو أول حدا بيطلب إيد روشني مني، بس أنا دائماً بتهرب من القصة، لأني بعرف إنه روشني أول ما رح تشوف الشاب رح ترفضه، لأنه أنا اللي بكون عم بعرضه عليها. بس هالمرة الشاب بيكون من عائلة ميهتة ماما، وهي العائلة مثقفة كتير، العالم بتحكي باسمهم وبشهرتهم بكل محل، وكل البنات بيتمنوا ينعرض عليهم هيك عرض.
تتخيلي هالفرصة تروح من إيدينا أمي؟ وروشني رح ترفض لأنه عن طريقي، وما بعرف شو بدي ساوي لحتى توافق. دقيقة بس شوفي، اسمه على طول بالجرايد بينكتب، الشاب أعماله كتيرة. أمي صدقيني هذا رح يكون أكتر شاب مناسب لروشني. ابني سد، صدقني ما في شاب مناسب لروشني أكتر منك. عن جد؟ إيه لا تستقل بحالك، أنا عم قلك يعني ما في داعي لهالخوف هاد نهائياً. غير هيك أنا متأكد إنه معجب فيه. عن جد؟ طبعاً أكيد، من شان هيك هي قبلت إنه تشربوا القهوة سوا. إيه لكان لو ما بتحبك كانت قالت لك لا. أنت بس روح لعندها وقلها إنك بتحبها بالطريقة يلي بدك إياها. ماما عن جد أنا كتير مبسوطة لأنه الأستاذ مهيتا بنفسه طلب إيد روشني مني. ليكي دورجا، الشاب هذا من اختيارك، وأنا ما بدي إنه هي تبقى عايشة لحالة طول عمرها هيك بدون حدا. يعني قصدي الشي اللي مرقتي فيه أنتي ما بدي اياه يتكرر ويصير مع روشني كمان. ما لازم تعيشي اللي عشتي انتي. ماما انا الشيء اللي متاكده منه انه الزواج بيصير بين عيلتين والحب بيجي بعد الزواج. بس انا متاكده انه كريش واهله كمان كلهم رح يحبوها لروشني كتير. ومثل ما قلتي قبل شوي، ما لازم الشيء اللي صار معي يصير مع بنتي روشني. انا بدي مصلحتها، بدي اياها تتزوج من شخص بحبها ويدللها ويبسطها وياخدها ويجيبها وما يخليها تنحرم شي. بدي اياها تكون مرتاحة امي. اذا هيك القصة، لكن شوفي تركي هالموضوع علي. انا هلا رح اعمل شي يخلي روشني ما ترفض هالزواج نهائيا. كرمالها مستعدة اعمل اي شي. ماما أول ما بتشوفها للبنت إلا بيت شعر. بابا بدك تتمسخر علي؟ نحن مو بالعصر الحجري، بتعرف شو رح يصير إذا بقلها شعر؟ ما بقى بشوف وشي أبدا. أصلا هاي هي المشكلة بهالجيل هاد، ما بتعرفوا أي شيء عن الرومانسية نهائيا يا ابني. يعني إذا ما بقوا أيوة شعر بكون أيوة. ما عن شو عم تحكوا أنتوا الاثنين؟ شو المخططات يلي عم تصير بين الأب وابنه؟ قولوا لي يلا. ولا شيء ولا شيء مدام كورانا. اللي لازم تعرفي هلا انه ابنك رايح بمهمه سريه وخطيره كثير. مهمه؟ ايه، من شان هيك انا كنت عم بعطيه نصايح لاتمام المهمه. ماما ايه فهمت، يعني ابوك كان عم يعطيك نصايح بالازياء شيء؟ ايه صح، ما كان مانك شايفه هاللبس يلي لابسه. طيب لحظه اسمع شوي، بس لمعلوماتك يا روحي شايف كل لبسه والموديلات الحلوه يلي بيلبسها كلها تنقايتي انا. شو مفكر لكان؟ عم قلك مشان تخلي الموضوع بيني وبينك. يعني انت اللي بتنقي له تيابه؟ ايه اكيد. طيب ماشي، سؤال مهم. ايه، هدول لابقين مع بعض؟ حلوين كثير. مو لازم غير تسمع مني انا. ليش خفتوا هيك؟ أنا رح أعتبر حالي ما سمعتكن. يعني شو هالحكي هاد؟ قصدي على الكلام اللي قالوه الدكاترة. مرحبا. أهلين دكتور. كيفك؟ منيح أحسن. هو فعلاً في تقدم ملحوظ. فيكن تخرجوا اليوم من المشفى إذا بتحبوا. شكراً كتير دكتور. بس لازم تتذكروا شغلة مهمة، إنه ما لازم تتوتر ولا حتى شوي من شان وضع. لا تحمل هم دكتور، ما رح خلي حدا يزعلها أبداً. بالإذن منكم. شكراً دكتور. عفاي. سمعتي؟